إذا كانت شركة نادي وفاق سطيف هذه مطلب أنصار تاع نادي وفاق سطيف إن شاء الله إذا كانت شركة إحنا ماذا بينا كيما راي ذوكا شباب الوجداد عندها مدار كيما مولودية الجزائر عندها سوناطراك لما لا إن شاء الله وفاق سطيف تكون عنده شركة كبيرة ويتهنى وفاق سطيف من الذائقة المالية هذه وحنا متأكدين إذا كانت شركة إن شاء الله رايحين نشرفوا الجزائر ونلعبوا ديما على الألقاب الخارجية إن شاء الله ولما لا النجمة الثالثة إن شاء الله